تحييد المقاتل مع كل عمل فدائي أو اتهام باطل لفلسطيني يذكر الاحتلال مصطلح تحييد. فماذا يعني ذلك المصطلح؟ يستخدم المصطلح عادة في السياقات العسكرية والأمنية، ويعني إبعاد المقاتل عن القدرة على المشاركة في القتال أو القيام بأي نشاط هجومي دون ضرورة قتله. وتتنوع طرق التحييد ما بين قتل وأسر وإصابة ونزع سلاح. ترى ما ضوابطه في القانون الإنساني؟ يخضع تحييد المقاتلين لمبادئ محددة وفق القانون الإنساني. أبرز تلك المبادئ التمييز ما بين المقاتل والمدني دون المساس بالأخير، كما أن الأمر مرهون بالتناسب، أي أن القوة المستخدمة لا تؤدي إلى أضرار مفرطة بالمدنيين. والمعاملة الإنسانية تندرج ضمن المبادئ، بمعنى أن الأسير يجب معاملته بشكل إنساني ومنحه الحماية. فأين يقف الاحتلال من تلك المبادئ؟